معايا عبر الهاتف الآن واحد من أهم كباتن النادي الأهلي على مر التاريخ وطبعا منتخب مصر، الكابتن الكبير كابتن أسامة عرابي. يا كابتن أسامة، مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. أهلا وسهلا بيك كريم، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. ده دايما بتشرفنا وتنورنا يا كابتن أسامة، وبالتأكيد هبدأ معاك. اتفضل. الله يخليك. بالتأكيد بالتأكيد هبدأ معاك بالأهلي والمباراة الأولى في السوبر أمام سيراميكا كليوباترا. شفت الأهلي إزاي بعد طبعا مجهود كبير عمله في كأس العالم للأندية؟ طبعا ما فيش شك المجهود الكبير اللي اتعمل في الكأس العالم والأداء المشرف اللي أدوه، وتقريبا يعني نفس اللعيبة بتلعب في الثلاث ماتشات في أقل من حوالي 10 أيام. يعني كل ده جهد، كان لازم مستر كولر يعمل بعض التبديلات في مباراة سيراميكا، وكان متوقع. يمكن ممكن نتفق نختلف في بعض اللاعبين في اللي تبدلوا او اللي كان المفروض ينزلوا، بس هو طبعا هو اللي بيقود الفريق. كنت مختلف على مين يا كابتن أسامة؟ كنت مختلف على مين؟ ديانج مثلا، أفشة. ما كانش ليهم اي دور رغم ان هم كانوا مريحين في كاس العالم تقريبا، ما لعبوش يعني. ديانج 10 دقايق وقفش برضو كده ما لعبش حاجه. فكان متوقع انه يلعبوا يعني. لكن هي وجهه نظر طبعا في النهايه. المهم هو عمل ثلاث تغييرات بعمرو السولية في نص الملعب قدام كريم فؤاد مكان حسين الشحات، وطاهر راس حربه مكان كهربا. في لعيبه كانت محتاجه الراحه زي علي معلول، ولكن هو لعب بيه، وفي الاخر اللاعب خالد عبد الفتاح مكانه. كل ده كان مطلوب ان بعض الناس تريح سواء من البدايه او اثناء الماتش، لازم يطلعوا لانه جهد كبير جدا اتبذل في 10 ايام، يعني في ثلاث ماتشات صعبين يعني. فنادي الاهلي ابتدى الماتش بصوره مش وحشه يعني. البدايه ما كانتش جامده قوي، لكن نهى الشوط كويس قوي الشوط الاولاني، واضاع اكتر من فرصه لبيرسي تا والكريم فؤاد والطاهر محمد طاهر. كان اقرب بكتير قوي من فرقه سيراميكا للمكسب بالذات الشوط الاولاني. تقريبا سيراميكا يعني ما لهمش ولا كوره في الشوط الاولاني، بس يمكن في محاوله كانت شبه انفراد من على الجنب كده الشناوي اللي مأدي بطولة كبيرة جدا في كأس العالم ومن نجوم الفرقة في كل الماتشات. كابتن أسامة عايز أسألك على إمام عاشور، رأيك إيه في اللي بيقدمه مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة؟ يعني أنا كنت جاي لك. فمباراة امبارح الشوط الأولاني الأهلي كان أقرب بكتير للفوز. الشوط الثاني حصل هبوط في الأداء. فرقة سيراميكا كانت بادية بشكل هجومي زيادة عن اللزوم، يعني كان حاطط في نص الملعب وسط مدافع واحد، وحاطط جنبه قندوسي ومحمد إبراهيم، وهم ما عندهمش قدرات دفاعية. صحيح. وعلى الأطراف كان حاطط زلاكة وعنتر وعمرو قدام أحمد ياسر ريان. صحيح. فنص الملعب اتاخد منهم خالص الشوط الأولاني. الشوط الثاني هو عدل ونزل وشال زلاكة وحط واحد في نص الملعب محمود، فيعني سيطر على وسط الملعب شوية الشوط الثاني مع الحلول التعب على النادي الأهلي، وابتدى يبقى فيه شبه ريحة خطورة لسيراميكا سواء من السيطرة أو الخطورة. فالشوط الثاني كان الأمور متبادلة، وبالذات أول 25 دقيقة في الشوط يمكن النادي الأهلي رجع تاني الكفة شوية لما حسين الشحات نزل، لغاية لما الحمد لله إمام اللي هو يعتبر نجم اللقاء الأول اللي أنت كنت بتسأل عليه. أيوة. من بداية الماتش وهو كان بيلعب ناحية الجنب اليمين وسط الملعب، كان كوكا رقم 6 وإمام يمينه وعمرو السولية شماله. إمام كان تقريبا أفضل واحد في الشوط الأولاني، بذل جهد كبير، عمل أكتر من كرة عرضية، عمل تسديدات على المرمى. الشوط الثاني راح ناحية الجنب الشمال لما نزل حسين الشحات كمان، وعمل جبهة كويسة هو وحسين، وعملوا حركة ناحية الشمال في الجزء الأخير من اللقاء لغاية الجون اللي هو يعني في وقت ما كانش متوقع. شكل الماتش خلاص انتهى تعادل وهنروح لضربات الجزاء. فإمام بصراحة بمجهود فردي
عدى من واحد واثنين وتوغل في ال 18. طبعا الكرة فيها شيء من التوفيق وده بيبقى مطلوب، بيلعبها بالعرض تضرب في رجب نبيل ثم في القائم ثم في أرثر وتخش المرمى، يعني هي كلها ما فيش شك فيها شيء كبير جدا من التوفيق، لكن هو عمل فيها مجهود كبير. صح. والأهلي كان أفضل في مجمل اللقاء ففاز بالمباراة.